هبتدي اول حاجه في مقلوبه راس عصفور. يعني ايه راس عصفور؟ يعني الحاجات اللي فيها متقطعه صغيره قوي قد راس العصفور، علشان كده مسمينها مقلوبه راس عصفور، غير المقلوبه الثانيه اللي هي باللحمه الكبيره الهوبر او البتنجان الترانشات. المقادير بتاعتي ايه بقى؟ هستعمل 3 كوبايات رز، رز المصري العادي، بصلايه كبيره مبشوره، كيلو بتنجان رومي متقطع مكعبات، وركين فراخ متقطعين مكعبات، حبتين بطاطس مكعبات، كوبايه وردات قرنبيط، حبتين فلفل الوان مكعبات، بهارات بقى مشكله، تشكيله البهارات اللي احنا قلناها قبل كده، وزعتر وبابريكا، ملح وفلفل وكركم. هنعمل ايه؟ البصله هنبشرها، البصله هتبقى مبشوره مش مكعبات، هي دي الحاجه الوحيده اللي هيبقى حجمها مختلف. لكن البطاطس اهي مكعبات باخدها تشويحه، البتنجان نفس الكلام مكعبات، الفراخ مكعبات، كل الخضار هيتقطعوا نفس حجم الفراخ بتاعتي خلاص، والقرنبيط برضو هيتقطع وردات صغيره وهيتحمر تحميره في الزيت، مش هغمقه بس لازم ينزل في الزيت عشان يديني الطعم اللي انا عايزاه في المقلوبه. اوكي، هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هحط شويه زيت علشان اعمل الرز بتاعي. الرز هعمله لوحده، هسويه نقول 3 ارباع سوا او اكتر، وهطبق الحاجات كلها على بعضها، مش هعملها كلها من الاول. هحط شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط البصله بتاعتي. احنا قلنا البصله دي هي الحاجه الوحيده اللي تقطيعتها مختلفه، هشوحها في الزيت الاول علشان اعمل الرز بتاع المقلوبه لوحده. بسم الله. البصله بصفرها، مش محتاجه اكتر من كده، يعني مش محتاجه انها تتحمر قوي، بس مجرد انها تدي لي طعم حلو للرز. البصلة اهي، هاجي بقى اعمل ايه؟ انزل عليها وهي بتتشوح بالتوابل بتاعتي. البهارات المشكلة اساسي في المقلوبة، اساسي اي مقلوبة في الدنيا مش بس دي، واحنا قلنا لكم قبل كده على البهارات المشكلة، ممكن ابقى اقولها لكم بعد كده تاني لو عايزين. ادي هحط على البصلة البهارات بتاعتي، هحط شوية بابريكا مش كتير، وهحط شوية زعتر برضو مش كتير، لأن أنا هرجع أحط تاني على الفراخ. شوية زيت لأن البصلة شربت. هو المشكلة إن البصل الأبيض الأيام دي بيشرب الزيت، فحاولي لما تبشريه أو تفرميه تعصري البصل كويس قوي عشان ميته ما تشربش منك الزيت. وهحط شوية كركم مش كتيرة، أنا مش عايزاها غامقة، أنا عايزة اللون بتاع الرز يبقى أصفر فاتح كده خلاص. وهاجي هدي الرز تقليبة مع البصلة يشكشك، وبعدين هزود له المية السخنة وأخليه يستوي. بصوا اللون أصفر فاتح، أنا مش عايزاه زي الرز البسمتي الاصفر اصفر اصفر، لا. هوريكم بعد السوا هيبقى شكله ازاي. بنقلبها مع بعض على النار، تتغلي في الرزايه كويس بالماده الدهنيه بالزيت او السمنه زي ما انت عايزه، بس مش محتاجه سمنه يعني، لان فيها فليفرز كتير، حاجات كتير، طعم كتير، فمش محتاجه سمنه تنكهها، الزيت كافي خلاص. هحط ملح، وهحط رشة فلفل اسود، وبعدين المية السخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخدي بالك انك لازم تقلبي كويس علشان الملح ما يتركزش في حتة واحدة. هنغطيها، ولما يشرب هنوطي النار. احنا عاملين واحدة اهي، عاملين واحدة من الأول عشان وقت الحلقة، أوكي؟ آدي الرز بتاعي. أهو. أوكي؟ أهو. آدي الرز بتاعي.
هاجي بقى هحط شوية زيت تانية وهعمل الخضار اللي هو الفلفل الألوان تقليبة بسيطة لأن أنا هحطهم تاني مع الرز في الحلة فهم مش عايزاهم يفقدوا لونهم ويفقدوا القرمشة اللي فيهم، أنا عايزاهم يبقوا باينين عشان لما أجي أقلبها يبقى شكلها فريش كده وحلو، فمش هقعد أقلبه لغاية لما يستوي خالص ويتهري، لأ لازم هي بس مجرد تقليبة بسيطة تبقى يعني تاخد ريحة حلوة. هحط عليهم شوية زعتر، بصي برشة بسيطة على كل حاجة يعني علشان احنا حاطين على الرز لوحده وعلى الفراخ لوحدها وعلى الخضار لوحده التوابل، فمش عايزه ان هي تبقى طعم التوابل ظاهر فيها قوي، يعني احنا ما بنعملش اكل هندي مثلا يبقى طعمه توابل مغطي على الاكل، لا. خلاص انا كده هجيبها هحطها جنبي وعشان هعمل مكانها الفراخ، فخلينا نشيلها. ده كافي، بصوا اللون ده كافي بالنسبه لي، خلاص انا مش عايزه اكتر من كده، مجرد تتبيله بسيطه تحتفظ بلونها. اوكي هشيلها وهحط، هحاول بقى انزلها من غير الزيت عشان برضو الكالوريز يا جماعة برضو يعني الدنيا ما تبص مننا، خصوصا ان احنا طالعين من رمضان ناس كتير تخنانة، ده لدرجة احنا بنفكر نعمل لكم حلقات عن الدايت علشان ايه الدنيا ما تبص. ادي هنا فاضل شوية، هنا هكمل فيها الفراخ، ممكن ازود عليها بس انا هشتغل الفراخ مكانها اهي تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بمكعبات الفراخ بتاعتي. نقطة زيت وزي ما قلنا برضو هننزل توابل والبابريكا كركم والزعتر. فلفل اسود ورشة ملح، هي محتاجة شوية كركم كمان عشان انا عايزاها برضو يبقى لونها مصفر. لغايه ما الفراخ تستوي، هي بقى على ما الفراخ تستوي انا هبتدي ارص المقلوبه بتاعتي. خلينا نروق الدنيا عشان نعرف نشتغل. هرص المقلوبه في الفراخ لما تتقلب هحطها على وشها، يعني انا مش هحط الفراخ معاها من الاول، هجيب حله نقطة زيت علشان ما تلزقش معايا الحلة، وممكن تحطي ورق زبدة، ورق زبدة هيتحط على النار أو في الفرن مفيش مشكلة خالص، هيتحط على النار أو يخش الفرن ورق الزبدة معاكي في الرز عادي، بس أنا أهو هعملها علشان ما تلزقش. ما تنسيش الفراخ وانس إن هي شربت ميتها هتبقى تقريبا خلاص استوت، يعني مش محتاجه تسويه لان خصوصا الورك بيستوي اسرع من الصدر والنسيله بتاعته بتبقى خفيفه. هبتدي اول حاجه بالبتنجان، بسم الله هحط بتنجان. البتنجان طبعا انا مملحاه، يعني لازم الحاجات دي كلها تبقى متملحه بسيط مش كتير، لان احنا قبل كده اتفقنا ان اي حاجه فيها طبقات ما ينفعش ان انا املحها تمليح عادي، لازم الملح بتاعها قليل لانها كلها لما بتتحط على بعض بتبقى مالحه، فلازم القرنبيط هو لسه بس ما حطيتلوش، وادي ملح على الخضار. اوكي هاجي بسم الله ادي القرنبيط واجي الخضار بتاعتي.
وبعدين برضو الفراخ بقلبها، لان الفراخ كل شويه بتنزل ميتها، فمحتاجه انها تتقلب علشان تستوي سوا يعني زي بعضها. وادي الرز بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي استوى تلات ارباع سوا. هحط عليها نقطة مية أو شوربة، حاجة صغيرة قوي، وارجعها على النار تمسك في بعضها والرز يفتح أكتر. والرز قلنا مستوي بس يعني ماسك نفسه خلاص، بس لازم أضغطها كده عشان كده قلت لكم الرز ما بقاش مستوي قوي، عشان لو هو مستوي قوي وأنا ضغطته، أنا بضغط عشان أطلع الهواء والفراغات اللي بين الخضار اللي تحت، فلما تتقلب ما تبقاش مفركشه، يبقى شكلها حلو. لو الرز بقى مستوي قوي هيعجن معايا، فعشان كده انا بعمل كده اهي. هتضغط، بصوا الحرف يتساوى، الحرف يتساوى خلاص. وايه، ادي الفراخ بتاعتي برده استوت، هخليها على جنب بقى ساعه التقديم، هوريكم هنعمل فيها ايه. خلاص هبعدها عن النار واجي الميه، يعني بصوا هحطها لكم هنا علشان تشوفوا نقطتين اهي، اقل من ربع كوبايه، حاجه لا تذكر، وبالراحه كده. وهرفع الرز بالخضار على نار شمعه، يعني على الاخر واطيه على الاخر عشان ما يلسعش معايا. خلاص واسيبه يفتح براحته. هروح دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، عملنا المقلوبه بتاعت راس العصفور قبل الفاصل، وادي خلصت معايا.